يا جماعة، طبعا انا بقالي كام يوم انا مش عارف اصور ولا جاي لي نفسي اصور. الكلب ده كان 10 على 10، كانت صحته بومب، كل اللي كان فيه كان خراج صغير، ولما عبى فتح، ولما انا حنقوي خيطته، والحمد لله الخياطة لمت طورين، وعملت سونار للكلب. اقسم بالله يعني هو الدكتور علاء جالي هنا البيت وجاب السونار معاه، عملنا كل حاجه. شاف الكلى، قال لي الكلى اليمين والشمال ممتازين. جاب الكبد، قال لي الكبد ممتاز. جاب الطحال، الطحال ممتاز. ايه بقى؟ ما نعرفش. عمل تحليل الدم، كل اللي موجود ان في انيميا او نقص في الحديد. طبعا المحلول اهو الرنجر، ضفنا فيه نيروفيت، وضفنا فيه علاج للانيميا. طبعا الانيميا دي بتيجي نتيجه طفيليات، والطفيليات بتبقى في الدم نتيجه بابيزيا او نتيجه قراض او حاجه، بس الكلب كان 100 100، ولا كان عندي قراض للدرجه ان هو مثلا كذا يوم ما كنت بلاقي قرضايه. ممكن قرضايه دخلت فيه دم فاسد، ممكن، كل شيء وارد. العين وحشه والعين علينا حق، يعني الوضع اللي انتوا شايفينه اهو ما صبرتش عليه قسما بالله. من اول يوم هو بدا يمنع اكل فيه وانا عيني عليه وشغال معاه وبجتهد معاه، واديت له وراء وفاء، وبعدين خيطت وفاء ورجع وقع تاني غصب عني. اللي خلاني بقى خلاص لازم محاليل، اليوم اللي مرضاش بقى خلاص ياكل فيه خالص. طبعا احنا بنقول لما الكلب بيقطع اكل لازم تدي له محاليل لغايه ما نشوف الوضع ايه. يعني انا حاطط له المضادات الحيويه هنا وخلاص، انا ما عدتش بدي علاج ليه. إيه الحاجه كلها موجوده في المحلول، بدي مرتين في اليوم محلول، مره الصبح ومره بالليل. طبعا بشكر كل حبايبي والناس اصحابي واخواتي والمتابعين اللي سالوني واطمنوا عليه، بس اكتر حد فعلا كان سالني وفضل يتابع معايا احمد حبيب وبدير، كتر خيرهم. واحمد عرض عليا ان هو ياخده عنده عشان انا عارف ان انا بشتغل بالليل ومش فاضي، عمري ما انساك كده يا احمد. وطبعا كله بيدي نصيحه وكله يعني بيحاول ان هو يخدمني. بدات النهارده قلت يلا ما ينفعش المحلول بس، حاول تشغل معدته. جبت شوربه خضار، طبعا بتبقى شوربه الخضار اذا كانت جزر على كوسه على شويه فاصوليا ولا حاجه، وبنضرب في الخلاط وبنديله بالسرنجه في بقه بحيث ان انت تشغل معدته وان هو يخش فيها اي حاجه لغايه ما المحلول يخليه يقف على رجله ويبقى كويس زي ما انت شايف. يا جماعه الناس تصلي على النبي، يا جماعه الناس تقول بسم الله ما شاء الله، يا جماعه الناس احب الخير. طبعا هتلاقي ناس كتير يقعد يقول لك ما تصورش. انا يا جماعه شغل التصوير، انا راجل بتاع ميديا، بدي نصيحه، بدي معلومه، بصور لك كلابي. طبعا انت ممكن تشوف الفيديو ده وتشوف بعده الكلب بيلعب، وقبلها بيوم الكلب بيلعب، دي بتبقى فيديوهات قديمه، فاهمني ازاي؟ ممكن ببقى قاعد كده بصور 20 30 ريلز وبنزلهم على ايام متفرقه. لكن كل اللي انا بطلبه منكم بجد تدعوا له. واحد هيطلع يقول لي تدعي الكلب، اه يا باشا دي روح، واحنا بنسعى وانا عمال اصرف اهو تعبان فيها علشان دي روح، وعلشان انا روح انا رابطها، فلازم ان انا اجتهد ولازم ان انا اشتغل معاها وما اقصرش ابدا مع الروح. طبعا المحلول اللي انت شايفه ده انا بدي منه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره اخر النهار زي دلوقتي هي الساعه 2 بالليل وبدي 2 الظهر بس حبيبي، بس بس، وبتفضل جنبه كده بس 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 بس. طبعا كده انا يعني جنبه علشان ما يشدش المحلول، ما عادش غير حته صغيره خلاص. إيه على الله، انا بسعى والله، مش عارف اقول ايه او اقدم نصايح ايه، بس احنا ما اهملناش دور الطبيب خالص، اقسم بالله خالص. انا اول ما تعب كنت مع تواصل بالدكتور بتاعي، اشتغلت معاه وبرده كانت تحت ارشاد الطبيب. لما الامور سقت مني انا جبت علاء وجالي هنا بالسونار وقال لي ما فيش حاجه، يعني كل الوظائف اللي في المعده عنده سليم بجد، الكبد كويس، الطحال كويس، الكليه كويسه. بايدي ايه اعمله؟ يعني انا كشريف او كمربي او كغاوي او كدكتور هعمل ايه ازيد من اللي الدكتور عمله؟ اهو انا جنبه، اقسم بدين الله سايب شغلي وبلبسي، اهو شايفين لبس؟ والله العظيم باللبس بتاع الشغل اللي انا بيه بره، بالله ما شفت عيالي طلعت جري، قلت اطمن الاول عليه. فعلى الله ادينا بنسعى. خلصت المحلول. خلاص المحلول فاضي اهو. جري يلا قوم. شاطر شاطر، اتحرك يا حبيبي اتحرك.
طبعا بعد المحلول الكلبي بيبقى ايه؟ هتبقى حلو حبيبي، هتبقى حلو، هتبقى حلو ان شاء الله ان شاء الله. كل المتابعين هيدعوا لك، وطبعا الناس الجميله اللي متابعاني دي حاسه باللي انا بقوله، مش واخدين الموضوع باستهتار طبعا، لان دي روح والناس دي كلها مربيه. طبعا الكلب اصلا مش قادر يقف على رجله. ان شاء الله انا عندي امل في ربنا كبير قوي 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 ان عمره ما هيخذلني باذن الله، باذن الله والله ربنا ما هيخذلني. طبعا المحلول فضي اهو، مجهز المحاليل الثانيه، وده اهو يعني ربنا وحده اللي عالم الوضع اللي انا فيه ايه. طبعا الكلاب الثانيه محبوسه. طبعا الحمام اللي انتوا شايفينه ده، الحمام ده نتيجه شوربه الخضار اللي انا اديتها له، مش زعلان عادي، مش مشكله مش مشكله، حتى لو عمل اسهال مش مشكله، علشان برضو المعده تشتغل وعشان ان هو يبدا يتحرك، عايز يقف جنبي يا عيني. حاضر. حاول يا جماعه يعني انا بنقول ان احنا فاهمين، بنقول ان احنا مرنا بحاجات كتير، وطبعا يعني قدام عينيكم اهو حصل حاجه زي كده، وانا قسما بالله ما استهترت ولا قصرت ولا قلت اعتمد على نفسي ومثلا انفض للدكتور، لا لا لا، زي ما انتم شايفين انا الدكتور جالي. فنصيحه لكل واحد من اخواتي، لما يبقى عندك روح، لما يبقى عندك كلب، اول ما تحس ان هو متغير ما تصبرش عليه. يعني انا قاعد حالا ممكن قادر اكمل معاه، ممكن قادر اشتغل معاه، لكن انت مش هتقدر، انت مش هتعرف ان انت تشتغل معاه، مش هتقدر ان انت تستمر بالمحاليل وبالرعايه وبالكلام اللي انا بقوله لك ده. فلازم اول ما يحصل حاجه لا قدر الله كتعب او كمشكله، تجري جري على الدكتور بتاعك وما تستخسرش. الكلاب جميله، الكلاب كلنا او كل متابعيني الناس الجميله عرفتها، البيوت كتير اللي انا دخلتها والناس اللي شافتني على شاشاتها هي اللي حببتني فيكم، وهي اللي خلتكم تعرفوني. وانا عمري ما ندمت ان ربيت كلب، بالعكس، حتى لو دفعت دم قلبي انا كل ما بقول هبطل، ما فيش حد بيقدر يبطل غية هو حبيبها. الكلاب دي هواية عندنا بنحبها، شايفين الضعف، عشان كده المحلول يا جماعة احنا بنحط فيه البيكوزيم او النيروفيت كفيتامين، والبتاع الحديد ده كويس محطوط هناك كويس، يعني عامل نتيجة اهو على الله، لان الانيميا دي بتبقى طبعا نقص في الحديد، ودي اللي عملت لنا المشكلة. هتقولي نتيجة ايه؟ زي ما انا بقولك، يا اما بغيز يا اما اراضي يا اما حاجة زي كده. مش هطول عليكم، حبيت ان انا اوريكم بس الناس اللي بتقعد تقول هو انت بتقول هنبطل الكلاب ومن المكاسب عمال ترجع، هي دي المكاسب اللي عندنا هنا. ربنا يدينا على قد نيتنا، وربنا يسامحني اذا انا قصرت معاه، وحياه ولادي ما قصرت. دعواتكم انه يقوم بالسلامه، واملي في ربنا كبير وان شاء الله هيقوم بالسلامه. تحياتي، هتمنى الاول تدعوا له، تحياتي لكل متابعيني في مصر وفي الوطن العربي في العالم كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.